الواحد إذا فقد شيء معين في حياته، وأنا بتكلم هنا عن شيء وليس شخص، بيقعد يدور عليه فترة طويلة، بالذات لو كان الشيء ده قيم جدا ليه. ما بالك لو فقد شخص ولو كان الشخص ده هو أمه. كتير جدا بنبقى متخيلين إحساس إن إحنا بعاد عن أهلنا اللي بنحبهم وأصدقائنا، وبنفكر في إزاي ممكن تكون حالتنا لما يكون ما معناش أهلنا وأصدقائنا. لكن لما يكون الأم هي المفقودة، ولما شاب سعودي فقد والدته المصرية بعد غياب 32 سنة أخيرا التقى بيها، أكيد هتكون فرحته وسعادته غارمة أو غارمة بسبب إن هو لقى أمه بعد الفترة الطويلة دي. وإنت بتشوف ابنك كمان لأول مرة، أو إنت بتشوفي ابنك لأول مرة في حياتك، هيكون اللقاء مختلف تماما عن إن أي إحساس ممكن تحسه في حياتك. ده اللي حصل بالصور، و ده اللي حصل بعد لقاء شاب سعودي بأمه بعد 32 سنة. والصور قدامكم اهي. الشاب اسمه تركي خالد سنيد السنيد، وما شافش أمه من وقت ما كان عنده 4 سنين، بعد ما انفصل أبوه عن أمه ورجع السعودية من غيرها لما كانوا في مصر. كانوا في مصر ورجعوا السعودية وأبوه انفصل عن أمه فساب أمه. تقريبا هي قصة كده بتفكرنا ببعض الأفلام المصرية. وبعدها لسوء الحظ مات الوالد، وقضى خالد أيامه برفقة جدته لأبيه لحد ما بلغ عمر 16. وبعد كده جدته ماتت، فاضطر ان هو يعيش مع احدى او مع احدى اقاربه المسنين لحد ما تزوج وهو سنه 28 سنة. وطبعا طول الفترة دي كان بيدور على امه، وفضل على تواصل مستمر مع السفارة المصرية عشان يلاقي امه، لحد بالفعل ما لقاها بعد 32 سنة. القصة كان عليها تفاعل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، والبداية مع نورة اللي كانت بتسأل أو بتتساءل عن حال الأم اللي فقدت ابنها كل الفترة دي، فبتقول كيف كان حال أمه خلال هذه السنوات. رانيا قالت في شبه واضح، حرام افترقوا كتير جدا ومنه لله اللي فرق بينهم. أيمن علق وقال الحمد لله إنك لقيتها، الموضوع جد جدا يا جماعة، أنا أعرف الراجل ده شخصيا وكنا بندور سوا على والدته، وكان خايف ما تكونش عايشة، بس الحمد لله الله يحفظها له او لي او يحفظها لي ويخليها لي. محمد ابو الشيخ كتب برضه وقال للاسف في السعوديه ان كانت المصريه متزوجه سعودي وانجبت اطفال وحدث اي مشاكل يتم الطلاق وترحيل المصريه، وللاسف ممكن ما تشوفش ولادها تاني، وده ظلم وحسبي الله ونعم الوكيل. اخر تعليق من صفاء بكر اللي قالت الف مبروك لم الشمل، ربنا يخليها لك ويبارك فيك، عوضها عن الحرمان 32 سنة غياب وكان الله في عونها. زي ما شفتوا دي كانت تعليقات الناس على قصة خالد الشاب السعودي اللي التقى بأمه المصرية بعد 32 سنة، وازاي الناس شايفة ان معظم الناس لما يفقد حد من أولاده، وان معظم الخليجيين لما بيتجوزوا المصريين ممكن للأسف يحصل شيء زي كده ويحصل حرمان للأولاد، ولكن الناس كانت سعيدة وفرحانة ان بالفعل الابن قدر يوصل لأمه بعد كل السنين دي.